Good morning يا برايمري، معكم اسامه فرج تيتشر ان رياض اند ليدرز لانجويج سكول. خلونا النهارده نعمل مع بعض ريفيجن سريع على منهج الماث برايمري 1 سكند تيرم. يلا نحل مع بعض. هنا اول حاجه بيقول لي question number 1 look to the pictures and underline the correct word. اوكي، احنا كنا بدأنا منهج الماث مع بعض بان احنا كنا بنعمل comparison between two things، يعني كنا بنقارن بين two things، شيئين او حاجتين. فانا مثلا لو عايز اقول حد اطول من حد او حاجه اطول من حاجه او اقصر من حاجه وهكذا، لما بعمل comparison between two things كنت بجيب الadjective plus er plus than. يعني مثلا tall لو عايز اقول اطول من كنت بقول taller than، short shorter than، long longer than and so on. فانا لما بعمل comparison between two things كنت بجيب الadjective plus er plus than. طيب هنا في question number 1 بيقول لي الجيراف is taller than ولا shorter than the lion. طب هي دلوقتي taller than ولا shorter than؟ طبعا اكيد الجيراف هتكون taller than. طيب بعد كده بيقول لي الاليفانت والزيبرا، الاليفانت لو عايز اقيس اللينس بتاعه الطول بتاعه هقول هو longer than ولا shorter than زيبرا؟ طبعا هيكون longer than. اوكي question number 2 بيقول لي complete the measuring unit of the length. طيب يا شباب احنا كنا قبل كده اتكلمنا عن اللينس وان انا دلوقتي اللينس دوت بقيسه باي شيء، تمام، بس كان بيبقى ليه يونت. يعني مثلا لو انا كنت قيسته ب بيبر كليبس كنت بقول البيبر كليبس هي دي اليونت بتاعتي. لو كنت بقيسه باي حاجه بن بنسل بنسل كيس اي حاجه كنت باخدها ان هي دي الايه الميجرنج يونت. طيب افرض انا بقيس حاجات صغننه جدا بالرولر، طبعا الحاجات الصغننه دي هتكون بالايه، طبعا اليونت بتاعها هي السنتيمتر، وانا وريته لكم قبل كده في الكلاس هي ايه سنتيمتر دوت، تمام، اللي هي مثلا distance between 1 and 2 between 2 and 3 على الرولر، تمام. يبقى انا بقيس الحاجات الصغننه بالايه بيونت اسمها السنتيمتر. طب افرض مثلا انا عايزه اقيس اللينس بتاع الويندو، عايزه اقيس اللينس بتاع دور، عايزه اقيس اللينس بتاع لول بتاع الهوم بتاعي، حاجات كبيره ما ينفعش ان انا امشي عليها بالرولر شويه شويه، يعني هاخد وقت كتير. فانا كنت بقيسها بيونت اكبر وهي المتر. اوكي، فانا هنا بيقول لي الميجرنج يونت اوف ذا لينس، قلت له المتر اند سنتيمتر. المتر دوت بقيس بيه اللارج لينسز اللي هي اللينسز الكبيرة، انما السنتيمتر بقيس بيه السمول لينسز. اوكي، طيب انا هنا قلت متر وسنتيمتر، طب المتر دوت فيه كام سنتيمتر؟ يعني انا مثلا قست الديسك اللي احنا هنقعد عليه لقيته 1 متر، طب عايز اعرف ال 1 متر دوت فيه كام سنتيمتر؟ لما قسته لقيت ان every 1 متر equal 100 سنتيمتر، يعني كل 1 متر في كام سنتيمتر؟ 100. ده في اي حاجه يا ميس؟ ايوه في اي حاجه. طيب نيجي بعد كده بيقول لي the length of pencil can be، يعني ال length of pencil لو انا مثلا جيت معايا بنسل وعايز اقيس اللينس بتاعه، بس طبعا البنسل دوت هيكون سمول ولا بيج؟ طبعا هيكون سمول، يعني هقيسه بالرولر ولا هقيسه بحاجه اكبر؟ طبعا هقيسه بالرولر عشان هي الرولر بقيس بيها السمول لينسز، تمام. فانا لما قست البنسل اللي معايا لقيته 5 سنتيمتر، يعني انت ممكن تكون مثلا البنسل بتاعك اكبر، فنحط الرولر على البنسل وتشوف هيدينا كام سنتيمتر. اوكي، طيب هنا بيقول لي السنتيمتر is used to measure short lenses. short lens يعني ايه؟ يعني السنتيمتر دوت انا بستخدمه عشان اقيس بيه الشورت لينس الحاجات الصغننه زي ما قلنا. و the meter is used to measure long lens. long lens يعني المتر اللي هي مثلا لما قلت لك انا عايزه اقيس طول الدور، طول الويندو، طول الوول، الديسك، طبعا ايه دي حاجات كبيرة شوية، فأنا لازم أقيسها بيونت أكبر شوية، فكانت اليونت اللي هقيس بيها هي المتر. يعني مثلا أقول لك الدور دوت 2 متر، الوول دي مثلا 3 متر، صح؟ بنسمعها كتير، تمام؟ طيب يبقى أنا هنا we measure أو the meter is used to measure long lenses، اللينسز الكبيرة أو الطويلة. أوكي، البيج اللي بعدها كنا قلنا measure the length of the following. طبعا احنا عارفينها كتير جدا، ان انا دلوقتي اقدر اقيس اللينس مش بس بالمتر والسنتيمتر،
كيونتس لأ، أنا عند رئيسه بحاجات تانية كتير. أوكي مثلا هنا عندي الرولر، عايز يقيس لي اللبس بتاعها بالبيبر كليبس، واحنا اتعرفنا عليها قبل كده لما كنا بنحط البيبر كليبس في صف كده منتظم واشوف الرولر دي ادتني كام بيبر كليبس. فانا هنا البيبر كليبس اللي حطيتها جنب الرولر كانت 6، فطبعا هي عبارة عن 6 بيبر كليبس. طيب اللبس بتاع اللولي بوب دي لما حطيت البيبر كليبس جنبها اداني 2 بيبر كليبس. طب البنسل اداني 1 2 3 4 5 6 6 بيبر كليبس، انما السيزر طبعا اداني 4 بيبر كليبس. يبقى انا هنا اللي انا عايز اعرفه النهارده ان انا عندي حاجه اسمها ميجرنج يونتس لللينس اللي هي المتر والسنتيمتر. السنتيمتر اللي هو بقيس بيه او بميز بيه اللينسز الصغننه، انما المتر بميز بيه اللينسز الكبيره، وان انا ينفع اقيس اللينس باي حاجه ببيبر كليبس ببنسل باي حاجه، واليونت بتاعتي بتكون الشيء اللي انا بقيس بيه. يعني لو قست بالبيبر كليبس هيكون البيبر كليبس هي اليونت، قست مثلا بالبن هيبقى البن هو اليونت. اوكي ثانك يو يا برايمري.